أجمع جموع المسلمين جميعا وأحسن قلوبنا في الجنة. وبصراحة عملت حالة من الاكتئاب لدى جموع الشعب المصري في الفترة الجاية. طبعا نتمنى كده إن شاء الله بإذن الله إن كل المنتجات الأمريكية سواء من منتجات غذائية سواء من منتجات حيوانية سواء من منتجات أدوية كل ده يتم مقاطعته تماما أيا كلفنا هذا القرار. ولو هنعيش كده على لحم بطننا يعني نجراك ولا شيء. الآن هنستمع إلى الأستاذ الدكتور جمال شمس أستاذ الفارماكولوجي صناعة الأدوية البطارية جامعة الصحراوية. من أصالت عن نفسي وعن أقسام الأدوية في كليات الطب البيطري جميعها في كل جامعات مصر نؤيد بيان النقابة العامة هذا القرار الوطني للأطباء البيطريين بالمقاطعة والرفض للأدوية والمنتجات الأمريكية ومن لقاحات وأمصال وإضافات أعلاف وخامات الأعلاف. ونقول بكل قوة أن فلسطين عربية، فلسطين عربية والقدس عربية. أنا ما كنتش أطلع. احنا شاكرين للدكتور جمال شمس.